1500 ومليارين ونصف المليون هي درجات الحرارة المسجلة في العراق لهذا اليوم. وطليان تغادر هجرة الوطن، وعجل مات في المستشفى حتى قبل أن يكتب وصيته بسبب الحمى النزفية التي انتشرت في العراق مؤخرا. يا حمى نشفيها يا بطيخ، هي أذاك واحد بحمى نشفية هي أي هاي الشمس، والله أذاك واحد بحمى نشفية هو أنت. المواطن كل شيء ما بي، إذاك واحد مريض وبيحمى أنت مصخنة، أنت رحت يا شمس، رحت على الدكتور، حرارتك مرتفعة كلش، أنت رحت على الدكتور فحصتي، لا تحطيها برأس المواطن. المواطن كل شيء ما بي، إذاك واحد مريض هو أنت يا شمس. لا تحاولين تخربين علاقتنا بيننا وبين الطليان، كل شيء ما بينا إحنا الحمى النشفية، والله كله من وراكم أنتوا يا الغرب، أنتوا اللي لعبتوا بهاي بالغلاف الجوي وجرفتوا الغلاف الجوي من فوقانا حتى تولون للقمر. يعني ماكو غير مكان تروحون به القمر الا من فوق العراق، ما تروحون من فوق الغلاف الجو مالتكم، مو عندكم هاي طبقه الامازون ما ادري ياهي، لو ما صعدوا للقمر الا من بيتونتنا. والله يا الله، يعني هاي زرفتونا الغلاف الجو، هسه الشمس يوميا مقابلتنا، هسه قبل شويه صلت الجمعه وراحت يمنا، ما تعمر نرقيله الشمس الا بالعراق، ما يحلال هالجو، كوفي مو بلد هذا. بس عيد ابتهم كله من وراكم، هسه هاي من ورا هاي درجه الحراره، هسه خطيه هذا شادس طالب الشادس يمتحن درجه حراره 50 و55 درجة مئوية. بس عيد افتهم ليش، يعني ليش ولحد الآن خطية مقابلين هذول الشسمة الوزارة ويخفشون بذارة يدورون بلكي شماعة بلكي شيء، هي من وراء درجة الحرارة هاي السماعة، والله لو حط دي جي بدان الطالب هم أنا كان ماعت يدورون شماعات. انتو وينكو حمى وحمى نشفية، تكون عقلكم انتو وحمى نشفية، هو العراقي والله يبقى ياكل كباب وطليان، لو 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 طلبي لو طلبي جلطه لو طلبي سكر همذا نبقى ناكل كباب وسكه. يا ريفنا لو جرتنا لوجدتنا بطرقي فاصوليتنا وتمدنا، فانت عزيز علينا ونقدر نسوي لك لحم، ولكننا نخاف عليك من الحمى النشفيه وان تصاب فيها، لذلك اكل ولا ظل تطلب. كان معكم من بغداد مختار طالب والشمس لقناه لا وجود لها اصلا.